وينضم إلينا من القاهرة وينضم إلينا من القاهرة الدكتور طلال أبو ركبة الباحث السياسي. دكتور طلال، مرحبا بك. كيف ترى دكتور طلال الدعوات الأخيرة للمجتمع الدولي لدعم الأونروا في غزة، وكانت آخرها دعوة ملك الأردن الملك عبد الله الثاني؟ يعني الدعوات الأخيرة هي دعوات رفع الحرج الذي بات على يعتري المجتمع الدولي وهو عاجزا تماما عن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضا في إطار يعني ما يمكن أن نسميه غض الطرف عن كل السياسات الإسرائيلية التي تجاوزت القانون الدولي الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة الخاصة بقواعد الحرب. وبالتالي هذه الدعوات تأتي في إطار ربما استرداد شيئا من الصورة التي باتت اليوم أمام كل مواطن عربي، صورة مهزوزة تماما لهذه المواثيق والإعلانات. بالتالي هناك محاولات لازالت تبذل في إطار يعني إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة الدواء والغذاء والماء، ولكن حتى الآن هذه الدعوات لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. لا يوجد تحدي إلى الإرادة الإسرائيلية من قبل المجتمع الدولي في إطار إدخال هذه المواد إلى قطاع غزة ومد المستشفيات على وجه التحديد بالأدوية والاحتياجات الطبية الخاصة بعلاج المرضى. حتى الآن إسرائيل تستمر في تجاوز القانون الدولي بكل أشكاله، وهي تنتهك بكافة الأشكال كافة المواثيق والأعراف الدولية. وبالتالي حتى الآن وأجرد الدعوات كما هي حتى هذه اللحظة هي لا ترتقي إلى مستوى الحدث، وهي لا تواجه بأي شكل من الأشكال تلك السياسات العنترية الصهيونية التي باتت تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والإعلانات الدولية. دكتور طلال، غير بعيد عن طوفان الأقصى كانت هناك الأزمة الروسية الأوكرانية، وسارع المجتمع الدولي ساعتها بفرض عقوبات على روسيا. لماذا لم يكرر نفس السيناريو مع إسرائيل؟ لأن هذا هو التوظيف السياسي، وهذه هي ازدواجية المعايير، التوظيف السياسي للقانون الدولي من قبل المتحكمين به. علينا أن نقر وأن نعترف بأن القانون الدولي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، ونشأت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وتسيطرت عليها وسيطر على النظام الدولي في ذلك الوقت خمس دول، باتت هي التي تتحكم في مصير العالم، وباتت هي التي توظف القوانين الدولية لصالحها من عدمه. في هذا الإطار، وعقب سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي على النظام العالمي، وباتت هي المتفقد في النظام العالمي، باتت هي التي توظف وهي التي تحدد متى تكون هذه أزمة إنسانية وهذا تجاوز القانون الدولي وهذا غير تجاوز القانون الدولي. وبالتالي باتت ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الدولية في إطار التوظيف السياسي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار. وبالتالي لا يمكن الحديث بأي شكل من الأشكال عن معايير ثابتة، معايير واضحة، معايير شاملة لكل العالم. لا، هذا لم يعد موجودا. باتت هذه المنظومة فقط تقتصر على المواطن الأوروبي ذو البشرة البيضاء والعيون الزرقاء من وجهة النظر الأمريكية، أما المواطنين في مختلف أنحاء العالم بما فيهم المواطنين العرب وفي المقدمة منهم الفلسطينيون هم مستثنون تماما من المواثيق والأعراف الدولية، مستثنون تماما من أن تطبق عليهم القانون الدولي وأن تعاقب إسرائيل وأن يشار إلى إسرائيل بأنها دولة تجاوزت القانون الدولي وهي دولة فوق القانون الدولي. وبالتالي نحن أمام أزمة حقيقية، هذه الأزمة ربما ستكشف عنها ما بعد الحرب، ما بعد العدوان على غزة وما بعد الحرب الحالية، ستكشف أمام العالم أزمة القانون الدولي الإنساني، أزمة المواثيق الدولية، أزمة ازدواجية المعايير، والتي باتت لابد من تغيير حقيقي داخل المجتمع الدولي، داخل أروقة الأمم المتحدة، ويجب أن ينتهي هذا النظام الدولي بأي شكل من الأشكال، لأن هذا النظام الدولي هو نظاما ظالما، هو نظاما في أصله نظاما استعماريا، يحاول أن يوظف القانون الدولي وحقوق الإنسان من أجل التدخل في شؤون الدول وليس من باب الانتصار إلى قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان كما يدعي. يعني دكتور، يعني منذ قليل كنا نتابع مؤتمر صحفي لنتنياهو، تحدث فيه عن وبرر للصحفيين بأن قصف المستشفيات لأن حماس تستخدم الأنفاق تحت المستشفيات، وبالرغم من ذلك فإن هناك تهديدات تصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفيات وإعاقة عمل الكوادر الطبية. برأيك يعني دكتور، ما دور المنظمات الدولية في وقف الاعتداءات المتكررة على الأقل على المستشفيات وعلى الطواقم الطبية؟ يعني بداية، بس قبل أن أعلق على الدور، دعيني بس أعلق على يعني حديث نتنياهو. نعم تفضل. أن حماس فعلا تستخدم المواطنين ضروعا بشرية وتستخدم المستشفيات وما إلى ذلك، هو أيضا بنفس الإطار يفعل ما تفعله حماس،
بمعنى هو أيضا يضغط على حماس من خلال ضرب المستشفيات ومن خلال ضرب المدنيين الفلسطينيين، وبالتالي هو لا يختلف في توصيفه عن حماس، وإذا كانت حماس إرهابية فهو أيضا إرهابي بالمعنى الذي ذكره نتنياهو. بهذا المعنى يصبح نتنياهو أيضا وسياسات الحكومة الإسرائيلية وجيش الدفاع الإسرائيلي هي أيضا سياسات إرهابية، وهذه دولة إرهاب بهذا المعنى. أما فيما يتعلق بما يتعلق بالدولة التي يمكن أن تلعبه، أنا أعتقد أنه باتت مناشدات حتى هذه اللحظة، لكن هذه المناشدات من مناشدات ومنظمة الصحة العالمية، من كافة وكالات الأمم المتحدة، من العديد من الدول في المجتمع العالمي، بس حتى هذه اللحظة هذه المناشدات لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية الحقيقية. هناك كارثة ستحدث في قطاع غزة، كارثة بيئية وكارثة إنسانية بكل معاني الكلمة. هناك مدارس إيواء للنازحين لا يوجد بها الحد الأدنى للنظافة، تحتوي على أكثر من 7000 إنسان معرضة إلى أوبئة وأمراض. إذا بقينا نناشد ونطالب ونتمنى من إسرائيل أن تسمح، هي لن تسمح، لأنها هي تخوض حرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل واضح، وهي تستهدف كل مقومات الحياة. هي هذه المخاوف دكتور بعد يعني بعد حتى ما بعد هذه الحرب والتي تتعلق بسلامة يعني الغزيين الذين يعيشون في غزة، يعني في الوقت الذي لا زالت هناك بعض يعني الجثث تحت الأنقاض، فبالتالي هناك مخاوف أيضا من انتشار الأوبئة، مخاوف من انتشار الأمراض فيما بعد وعدم القدرة على السيطرة عليها. هذا صحيح، وبالتالي الاستجداء والرجاء والمطالبة من إسرائيل أن تسمح بإدخال المساعدات الطبية وأن تسمح بنقل الجرحى وأن تسمح، إسرائيل لن تسمح. إسرائيل دولة تتجاوز القانون الدولي، لا يجب أن تبقى الأمور أمام عمليات الاستجداء، يجب أن تذهب إلى اتجاه التحدي، بمعنى لابد من الأمم المتحدة أن تعمل من خلال وبالتعاون مع جمعية الدول العربية وتحديدا جمهورية مصر العربية على إدخال المواد الغذائية في تحدي، المواد الطبية في تحدي للإرادة الإسرائيلية، ولتقصف إسرائيل قوافل الأمم المتحدة، لتقصفها إسرائيل ولتزداد جرائم إسرائيل حتى ينكشف هذا الجيش وهذا الوهم وهذه الصورة الوهمية التي كان يعمل على رسمها في العالم بأنه أكثر جيشا أخلاقيا وبأن إسرائيل هي واحة الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، ليكتشف العالم مدى بربرية وهمجية هذه الدولة وجيشها. ما دون ذلك لا تسمح إسرائيل تخوض حرب حياة أو موت. هو صورها على أنها في خطابه قبل الأخير صورها على أنها حرب الاستقلال الثانية، بمعنى أنها حرب وجودية. في الحرب الاستقلال الأولى ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين مثل دير ياسين وغيرها، وبالتالي هو ذاهب باتجاه ارتكاب المجازر ويواصلها بشكل يومي. الاستجداء لن يجدي، على الأمم المتحدة أن تتحدى إرادة إسرائيل. أنا بعتقد لابد الآن من أن يكون هناك حراك دبلوماسي باتجاه عزل إسرائيل دوليا، كما تم مع دولة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. ما دون ذلك سنبقى في ذات المرأة، نستطيع أن نمضي باتجاه يعني إلزام إسرائيل ومعاقبة إسرائيل على ما ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني طوال فترة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يعني بالتأكيد هي تتطلب جهود، على الرغم من الجهود الكبيرة التي يعني بذلتها مصر منذ بداية الأزمة وتمكنت بالفعل من يعني إرغام يعني الإسرائيليين على إدخال المساعدات والتي كانت ترفضها منذ بداية الأزمة وبشكل كبير، ولكن يعني نتمنى أن يكون هناك مزيد من المساعدات لأهلنا في غزة. كل الشكر لك الدكتور طلال أبو ركبة من القاهرة، كنت معنا.